هل فعلا ما يظهر ربما من خلافات داخلية في أوساط الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل هي زوبعة في فنجان، أم أنها تنم فعلا عن خلاف داخلي حقيقي في كل ما يتعلق بالمحكمة العليا وقراراتها؟ يعني في نهاية المطاف يجب أن نتذكر هنا عن ثلاثة الأطراف التي تركب هذه الحكومة وهذا الائتلاف. نحن نتحدث هنا بطبيعة الحال عن الحريديم، عن الصهيونية الدينية ومن يسمون بمعتمري القلنصوات، والليكود الذي يحاول أن يميز نفسه بأنه الحزب الليبرالي في داخل كل هذه المعادلة. الآن وفق هذه المعادلة في نهاية المطاف يجب أن نتذكر أن للحرديم لا ناقة ولا بعير في كل هذا الشأن، ففي نهاية المطاف أصواتهم هم يحاولون قبل أي شيء أن يسيروا بمسار محايد نوعا ما. لديهم الكثير من الامتعاض من محكمة العدل العليا بطبيعة الحال، ولذلك يمكن القول أنهم سوف يحاولون السير بالمسار الذي يرسمه لهم بنيامين نتنياهو وفق الترتيبات اللعبة التي يريدها. هذا من جهة. المعادلة يعني الصهيونية الدينية وعتما يهوديت بن غفير وسموتريتش في نهاية المطاف طبعا بطبيعة الحال صوتهم واضح في كل هذه المعادلة، هم يسيرون بأقصى العنصرية وبأقصى درجات الدمار والتطرف التي يمكنهم أن يجابه بها محكمة العدل العليا في نهاية المطاف، ومحاولون أن يرسموا بعض الأرصدة الانتخابية والمعادلات السياسية في داخل هذه المعادلة. ولهذا السبب بطبيعة الحال واضح جدا صوت التمرد الذي سوف يكون من جانبين. نبقى في داخل جعبة الليكود، وهو أمر مثير للاهتمام الذي يحصل بالليكود، وأظن أن من بين التصريحات التي صدرت من خلال اليوم للوزراء عقب اجتماع الحكومة يمكن أن نأخذ صوتين، ومن بين هذين الصوتين يمكن أن نكون تكتمل كل الأصوات في داخل الليكود، ما بين صوت جالانت من جهة وشلومي كاري. رأينا كيف شلومي كاري حاول أن يعني يسير بين الخطوات وأن يسير على العجين بدون أن يعني يلخبطوا زي ما بيقولوا، لكن في نهاية المطاف كان واضح أنه مسير من قبل بنيامين نتنياهو وأصوات بنيامين نتنياهو. ولكن جالانت هو الصوت يعني الذي صرخ وقال متمردا من بين اصوات الليكود بانه سوف يحترم قرارات محكمه العدل العليا. في نهايه المطاف يجب ان نتذكر ان جالانت ليس وحيدا في داخل هذه المعادله، جنب إيلي واصوات اخرى كذلك، وربما لم يصدر منها اي صوت في داخل. وستبدي الايام المقبله عموما من الذي ينصاع فعلا او سينصاع فعلا لقرارات المحكمه العليا. لكن بالتوازي مع ذلك استاذ ايهاب، التحريض في أوجه أيضا في الشارع الإسرائيلي. مساء أمس كان هناك حادثة دهس لمتظاهرين من قبل أحد المتشددين المناوئين لحكومة بنيامين نتنياهو. غدا أيضا ستتظاهر المعارضة في مدينة القدس، وفي غالب الظن أيضا هذه الاحتجاجات ستكون يوم الثلاثاء المقبل. ما الأدوات الموجودة اليوم بيد حزب الليكود وأحزاب الائتلاف في إسرائيل لتلافي التصعيد في الساعات 48 الآتية؟ التصعيد، لا أظن أن يعني هذا السؤال صحيح، لأنه في نهاية المطاف باعتقاد أن بنيامين نتنياهو يريد التصعيد بكل ثمن ويريد الذهاب بكل ثمن إلى مثل هذا التصعيد، لأنه يجب أن نتذكر أن مفر ومهرب بنيامين نتنياهو من داخل كل هذه المعادلة ومن داخل كل الشجرة التي صعد عليها دونما وجود سلم للنزول عنها هو فقط نوع من الفوضى ونوع من التصعيد في نهاية المطاف. وأظن لكن يا سيدي هو من دعا بني غانتس الأسبوع المنصرم إلى مباحثات بشكل غير مشروط. هنا يجب أن نتذكر أن ينتظر بنيامين نتنياهو في خضون هذا وفي خضم هذا الأسبوع السفر إلى نيويورك وهيئة ومجلس هيئة الأمم في نهاية المطاف، وهذا ما يؤرق بنيامين نتنياهو في داخل هذه المعادلة. هو يريد هدوء نسبي، هذه هي النقطة التي يجب أن نقولها. هو يريد هدوء نسبي في نهاية المطاف حتى يتخطى نيويورك وحتى يتخطى الولايات المتحدة. ما بعد تلك الحادثة وما بعد نيويورك لكل حادثة حديث، استراتيجية بنيامين نتنياهو لطالما كانت تتسم بالتلاعب برقعة الشطرنج وفق ما يريده هو في نهاية المطاف. أي نعم هو ربما يريد هدوء نسبي، لكن على الأمد الطويل هو يريد حالة من التصعيد بعيدة الأمد أصلاً،
مع القضاء الإسرائيلي. يجب أن نتذكر أن سياسة بنيامين نتنياهو تقتصر على سحب بساط الشرعية من كل قرارات القضاء الإسرائيلي، لأنه في داخل هذه اللعبة هنالك مسمى شخصي يخص بنيامين نتنياهو، هنالك قرارات سوف تصدر من هذا القضاء تخص بنيامين نتنياهو. لهذا السبب سحب بساط الشرعية في نهاية المطاف يصب بالفائدة عليه. سيد جبارين، إذا ما تمعنا ربما بتوصيفاتك هذه، هي توصيفات لحالة من الفراغ الدستوري، من الأزمة الدستورية في أي بلد في العالم، فما بالك عندما نتحدث عن إسرائيل. ما أبرز تداعيات أي فراغ دستوري سيكون في الأيام المقبلة على المشهد الإسرائيلي، وخصوصا أيضا المشهد الأمني، لأن العيون شاخصة على كل ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي، إلى من سينصاعون في نهاية المطاف؟ إلى الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو أم إلى القضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا؟ وهذه هي النقطة بالتحديد التي يجب أن نتذكرها، أن أمام السيناريوهات هنالك، نحن أمام السيناريوهات اثنين يوجد لهما ثالث. الأول إما أن ترفض الاستئنافات بطبيعة الحال، وهذا يعني مستبعد جدا أن تقوم به، لأن بهذا الأمر سوف تحاول أو إسرائيل سوف يعني يكون لديها هنالك سوف تقلب المتظاهرون بمسمى كهذا أو كآخر ضدها بمفهوم كهذا أو كآخر، أن تقبل الاستئنافات، وهو وهنا في هذه الحالة هي سوف تخلق الحالة الأزمة الدستورية والفراغ الدستوري الذي نتحدث عنه بطبيعة الحال. ولكن هنالك مفر ثالث في نهاية المطاف، إسرائيل غير جاهزة بكل المسميات إلى الذهاب إلى مثل هذا الفراغ وإلى مثل هذه الأزمة، لأنها من شأنها أن يعني تبرز كل عيوبها ليس فقط أمام أعدائها بل أيضاً أمام حلفائها من الدول الغربية. مع أن الرئيس الإسرائيلي يتحكى قال قبل أيام في هذا الشأن بالتحديد وفي هذا الصدد أنه إسرائيل في أوج أزمة دستورية. مفر ثالث، على الرغم من كل ذلك هنالك مفر ثالث باعتقادي سوف تذهب إليه محكمة العدل العليا لكي تحاول أن تغطي على مثل هذه الأزمة، لأنها موجودة حقا في أزمة ووافقنا مع هيرتسون في هذه الأمر. باعتقادي أن الذهاب إلى إعادة القانون إلى الحكومة من أجل أو إلى الكنيسة من أجل تعديلات إحداث بعض التعديلات عليه، هذا هو المخرج الوحيد الموجود أمام محكمة العدل العليا وبطبيعة الحال أمام إسرائيل ككل، كي لا تذهب في خضم مواجهة أزمة دستورية ممكن أن تكون عواقبها وخيمة. طيب، ساعة واحدة بعد قرار المحكمة العليا، إن كان في السلب أو في الإيجاب، قبول الالتماسات أو رفض هذه الالتماسات، بنظرك وتقديرك كيف ستبدو إسرائيل؟ باعتقاد أن هذا الأمر ممكن أن يكون وارد، ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار أن هنالك حالة من التأهب في داخل إسرائيل. في نهاية المطاف من يقود إسرائيل في هذه المرحلة هو الميدان، والميدان في داخل إسرائيل موجود في حالة تأهب متطرفة قصوى من كلا الطرفين في نهاية المطاف، وباعتقادي أن أي من هذه القرارات سوف يجابه بكثير من الامتعاض من كلا الطرفين إن كان القبل أو الرفوض. واضح جدا أن الحالة الميدانية ممكن أن تكون قريبة إن صح التعبير من ليلة جالانت آنذاك لكلا الطرفين، أحد هذه الطرفين سوف يحاول أن يقود لمثل تلك الحالة. في نهاية المطاف هنا يجب أن نتذكر أن حالة هي أزمة دستورية بكل معنى الكلمة، أصلا عندما تخوض القضاء الإسرائيلي في قانون أساس وهذه سابقة في حد ذاتها، فبالتالي باعتقاد واضح جدا أن هنالك سوف تكون حالة من أزمة معينة. السؤال هل سوف تستطيع إسرائيل أن تتخطاها بمفاهيم كهذه أو كأخرى؟ باعتقادي الجواب واضح جدا وبديهي جدا أنه لن يكون ذلك القشة التي سوف تقصم ظهر البعير، بطبيعة الحال لكنها بطبيعة الحال سوف تكون ركمة أخرى أو إضافة أخرى إلى كل الإشكاليات المتواجدة في داخل الدولة. وبهذا الأيام المقبلة ستكون كفيلة فعلا بإعطاء الإجابات الوافية عن السيناريوهات المستقبلية. أشكرك جزيل الشكر المختص والباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين.